All right, my dear students, let's start. We have a new unit, unit جديدة. Another واحدة جديدة. Unit number بنات. Unit 6. مش معلش خلص احنا خدنا بس خدنا تكلمنا عنه بس ما تدربناش عليه صح؟ Unit number what يا بنات؟ 6. الوحدة السادسة. The title of this unit is Family and we have six في 6A بنات العائلة طبعا مين ومين يا بنات والأصدقاء Family عائلة أصدقاء تمام العائلة والأصدقاء في عنا في 6 طبعا بيج هذا بنات طلعوا لي أي بيج which بيج أي بيج عنا 44 صفحة 44 صح؟ طلع كويس 44 حنروح ل 6A تمام حنلاقي سب تايتل يا بنات في عندي كلمة لايف وذ مين؟ وذ تين ايجرز ممكن نسميهم كلمة تينز بقبلها كلمة تينز اللي هي مقصودة يا بنات الحياة مع مين يا بنات؟ مع لا اللي تحتيها المراهقين وين كلمة مراهقين؟ تين ايجرز برافو عليكم هذول الشباب او الناس المجموعة هذه الايج جروب هذه المجموعة بنات من 13 13 كل فيهم تين 14 15 16 17 لغاية 18 تمام هذول بنسميهم اللي هو مين؟ تين ايجرز اذا لايف مع المراهقين وذ تين ايجرز بتسويها بنات كلمة مين يا بنات؟ كلمة تينز مقبولة ممكن نختصرها ونقول تينز مقبولة بنات يعني هذه ايج جروب نقول ايج جروب يا بنات من عنده 13 يا بنات 14 لغاية بنات مين 19 تمام 13 14 15 16 حنتكلم بنات لو طلعتوا لي على البوكس الصغير اللي هان حتلاحظوا انه في عنا موجود اللي هو فوكاب مفردات بتخص مين يا بنات هيا فوكابولري في عندي كاركتر اذا اول جزئيه بنات حناخذها كاركتر صحيح وين كلمه شخصيه كلمه كاركتر صفات تخص مين يا بنات؟ الشخصية كاركتر مرت علينا هذه الكلمة بنات appearance الappearance بس الappearance المظهر يا بنات من كلمة appear يظهر يا بنات هي الشخصية صفات تخص مظهرك لو كلمة appear يظهر disappear opposite تبعها العكس بنات appearance المظهر وكلمة character مين الشخصية صفات تخص الشخصية وتخص الappearance مظهرنا بنات so we have exercise number one exercise حطوا لي يا بنات علي تك في عندي شاي بنات خجول نيكست ثانيه برايت ذكي هان مقصود بنات غير انها كلمه برايت مشرق هنا صفه انه غير مشرق هنا بتخص الشخصيه بتخص الشخصيه بتخصش اشي ثاني اذا بنات برايت هذه ذكي لامع في الذكاء يا بنات برايت ادوني كلمه ثانيه قريبة منها أو زيها زي كلمة برايت ذكي كليفر كليفر طيب ممكن واحدة تضيف لي كمان واحدة بتبدأ بالآي هيا انتليجنت قولوا لي على طول انتليجنت انت سمارت ممكن كمان سمارت بنات غير انه أنيق بنات ذكي انتليجنت نعم برافو عليكم انتليجنت اللي هو
ذكي. تمام. Next. Noisy. مزعج. ضوضاء يا بنات جاي من كلمة مين؟ من كلمة نويز. مش نويز ضوضاء، ضجيج، مزعج، نويزي. تمام. هذه الكلمة يا بنات شايفينها بنات؟ عنيد. He doesn't change his mind easily. بغيرش وبيبدل. لو حنلاقي بنات حنشوف استعم حنلاقي اللفظ يا بنات وهيك في هيك حنشوفها في الاخر مش حنلاقيها استابون حستابون استابون 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 عنيد يا بنات مش حنلاقيها استابون موجود الار لكن اللفظ تبعها حنشوفها في التعريفات في الديفينيشنز في الاخر الان حنلاقي الساوند تبعها يا بنات اللي هو مين استابون عنيد. في عندي كمان مين يا بنات؟ helpful مساعد يقدم يد المساعدة helpful جاء من كلمة help مساعدة أو من كلمة helping نعرفها على طول. moody متقلب المزاج مزاجي متقلب. next شير كلمة patient صبور شخص يصبر صبور. lazy كسول. honest صادق أمين. selfish أناني. mature ناضج mature. polite مؤدب aggressive عدواني violent عنيف violent angry دائما violent ambitious طموح إنسان طموح. he knows what he wants to be in the future. he knows what does he want to do. organized منظم مرتب منظم مرتب. considerate نعم مراعي للمشاعر يراعي المشاعر مراعي للمشاعر. considerate easy going متساهل yes متساهل. isn't shy bright noisy stubborn helpful moody patient lazy honest selfish mature. what does it mean mature? He doesn't behave بتصرفش like children يا بنات. He doesn't behave لا يتصرف like children بتصرفش زي الأطفال. He is quite mature ناضج. polite مؤدب aggressive عدواني ambitious طموح organized منظم considerate مراعي للمشاعر and easy going متساهل. لو طلعتوا يا بنات على الطرف حطوا لي على يا بنات exercise تحت على exercise number 4 تبع الترو والفولس شايفينهم يا بنات في عندي A و B مزبوط بدي الآن نحط على C وحنمر على ال 6 sentences الجمل الستة بنات عشان وإحنا بنقرأ عن ال living with the enemy العيش مع مين؟ مع الانمي. مين الانمي؟ هذيك animal الحيوان هذي enemy اللي بكون قبالك not he is not a friend he is my enemy عدوي ايوه العيش مع العدو مع الاعداء يس اكسرسايز يا بنات اكسرسايز نمبر اكسرسايز نمبر 3 ريدنج اند جرامر اكسرسايز نمبر 3 اند 4 في عندي ريدنج نقول العنوان كمان مره بنات اللي هو بتكلم عن living with mean the enemy العيش مع العدو. اعطوني الاوبزيت بنات العكس تبعها friend العيش مع الصديق. نعم انمي عدو العيش مع الانمي بنات. if you have a quick look لو طلعتوا وهنا بسرعه وقلت لكم بليز ريد هو واتس هير ذا نيم واتس هير نيم
اسمها مارلين سكوت. مارلين سكوت، نتكلم عن مارلين سكوت. لو طلعنا بنات على الجمل على الطرف هان، six sentences true or false. مارلين's two sons تتكلم عن الأبناء اثنين تاعتها are quite similar. مش هنقول خطأ، هنقرأ وبعدين نقرر بنات. quite similar مختلف ولا متشابه؟ similar متشابه. والأوبزيت تبعها مين؟ different مختلف كذا. تمام، أبنائها هل هم مختلف متشابهين؟ هاري ابنها الأول، هاري is doing badly at the school، بيشتغل بشكل سيء أو شغله سيء في السكول. هذا في الجمل التنتقل للبنات على الطرف. تمام، نمبر 3 اللي بتقول هاري knows what job he wants to do، يعني هو شخص ambitious طموح، بيعرف إيش بده يسوي في المستقبل. توم doesn't study very hard، بيشتغلش كويس، بدرسش. توم isn't very ambitious، ليس طموحا. مارلين is only worried about الهومين هاري، قلقة مارلين، قلقة بس عن هاري وخلاص. طيب يس، طلعوا تحت البيكتشر بنات حتلاقوا اللي هو people often say that living with teenagers، مجموعة عمرية تحت المراهقين is worse. العكس لورس ايش يا بنات؟ better. بس الافضل worse، في كلمة هذه worst منها، وفي كلمة better اللي هو worse، وفي كلمة اللي هو best وكلمة worst، صح؟ يعني لو كلمة الداني كلمة God حجيب منها بيتر، صح؟ حجيب منها كلمة بيست. هذه بين اثنين وهذه بين ثلاثة، وهذه الصفة الأساسية. تمام، لو الداني كلمة باد حجيب منها وورس وورست الأسوأ، صح؟ يعني لو أقول لك الأوبزيت من جود حجيب لي مين؟ باد. والأوبزيت من بيتر حجيب لي مين؟ أو لو قلت لك وورس حجيب لي منها مين؟ بيتر. قلت لك الأوبزيت من وورست حجيب لي مين؟ بيست، صح؟ طيب is worse than living with any other age group، اي مجموعه بنات في اي age group، اي مرحله عمريه. في عندنا children مرحله الطفوله childhood، في عندي teenagers او ممكن الادلتنس البلوغ، الادلت بلوغ البالغين، وبعدين من كلمه elder اللي الكبار في السن، صح؟ elder people. هذول مجموعات هم age group. But is this true؟ هل هذا صحيح؟ إنه العيش مع المراهقين worse than any other age group من أي مجموعة عمرية تانية؟ طيب but is this true؟ We talked to two parents، تكلمنا مع والدين with teenage children، عندهم أطفال teenage، to find out، عشان إيش يا بنات؟ find out نكتشف. What does it mean؟ find out غير كلمة find out يجد أو يكتشف. find out بتساوي كلمة this. This إيش يا بنات؟ لا discover. مش كلمة discover اكتشاف يكتشف. discover اكتشاف. discover is then find out to discover. لما أقول لك give me the meaning of disappear يختفي. disappear disappear يختفي، صح؟ طيب عشان نلاقي، عشان نشوف الكلام هذا صحيح ولا لا. هل العيش مع المراهقين فعلا مختلف عن أي مجموعة عمرية أخرى؟ النيات find out بيساوي بعض. discover find out. مارلين سكوت يس بتقول صحيح تمام الأمور. sometimes it's really difficult، أحيانا difficult. والعكس تبع difficult بنات إيش؟ هذه difficult easy، هذه صعب. مش different مختلفة بنات، هذه easy. العكس تبعها سهل easy. living with teenagers صعب إنه أحيانا تعيش مع المراهقين. but it isn't only their age، مش فقط عمرهم، كمان وصفاتهم كمان بيختلف من واحد لتاني. ممكن يكونوا براذرز، اثنين إخوة، ويكونوا توينز، ويكونوا توأم، لكن يكونوا في الكاركتر في الشخصية بيختلفوا، صح؟ فمش ضروري بس يكونوا كمان بنات إنهم تين إيجر هذه المجموعة، لا، ممكن كمان التايب أوف بيبل، كيف نوعهم، كيف شكلهم، شخصيتهم، الكاركتر تبعهم. طبعاً it's also the type of people they are، كمان نوعهم، كيف يكون شكلهم، المشكلة في كيفيتهم. الآن بتقول my two sons، إذن how many sons does she have؟ two، عندها اثنين، صح؟ my two sons are completely different. هذا بتكلم عن أول واحد يا بنات من هان. لما قلنا بنات Marilyn's two sons are quite similar، متشابهين، true ولا false؟ false، لأنهم قالت إيش عنهم؟ different، مختلفين، صح؟ إذن number one هان لما قال لك Marilyn's two sons are quite similar هذه false، وحنحط different. تمام، but it is نشوف ابنها نمبر 1 توم's
easier to live. توم سهل تعيش معه than مين؟ من هاري. ابن الأول توم أو مش الأول توم's easier مقارنة مع توم easier أسهل من بتقارن توم مع هاري صح؟ بتقول easier أسهل بتقارن من اثنين. هاريز إيش مال مشكلة هاري؟ is a typical moody شخص إيش ماله؟ مودي مزاجي. قديش عمره بنات؟ how old؟ 15 year old عمره 15. he is a lot noiser ضوضائي and more aggressive عدواني than Tom. إذا هاري مودي أجريسيف and noiser a lot noiser كم أكثر ضوائيا من 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 هاري من توم سوري. And he isn't as considerate ولا يراعي المشاعر بيحترمش حد. So he's much harder to live with صعب تعيشي معاه. But Harry's got his good side too عنده جانب side good جانب إيجابي. نشوف شو الجانب الإيجابي. He's very bright ذكي. And his exams result ونتائج وش مالها بنات are always better أكثر من مين؟ من توم. يعني نتائج صح عنده نيجاتيف بوينتس نقاط سلبية لكن عنده بوزيتيف بوينتس إنه هو برايت ذكي وكمان his exams results better دائما أفضل من أخوه مين توم. طيب توم's two years older أكبر بسنتين than Harry. قديش بكل عمره 17 هذاك 15 هذا 17. So he's more mature أنضج منه and less stubborn وأقل عنادة than his mean brother. إذا توم is more mature أكثر نضجا and less stubborn وأقل عنادة تمام his brother. He's كمان إيش كمان يا بنات he's also a bit more patient بصبر أكثر صبور and can be very helpful ممكن كمان يساعد يقدم هذا المساعدة لما يكون بده when he wants to be لما يكون بده يساعد بيساعد. إذا له صفات كثير إيجابية تمام. But he's got a bigger problem عنده مشاكل عنده مشكلة كبيرة. At when في المدرسة he's an as intelligent زيه زي أخوه. وين كلمة زيه زي as intelligent as قال مثله زي as intelligent as زيه زي أخوه intelligent زي هاري. But he's much لكن إيش مشكلته كسول and his exam results are always worse دائما أسوأ من أخوه. إذا هذاك أفضل منه نقاط إيجابية له في شخصيته نقاط إيجابية وهذا عنده نقاط إيجابية لكن في عنده نقاط سلبية في السكول صح؟ ليزيان أكسل منه وهيز إكزام ريزلت دائما وورس أقل من أخوه تمام؟ تمام؟ هاريز وانس تو بي هاري الأولاني العمر 15 وانس تو بي أ بايلوت بده يكون ماله طيار وين هي ليفز سكول لما يخلص بده يعدي طيران. But Tom doesn't know. Tom ما بيعرفش فيش عنده طموح. What he wants to do. مش عارف إيش بده يسوي. تمام بنات؟ مزبوط؟ طيب. إذا مين الطموح؟ توم ولا هاري؟ لا توم هاري. تمام. He wants to be a pilot. بده يكون طيار. الأخيرة. In some ways. على أي حال بتقول I am a bit more worried. أنا أكثر قلقان على مين؟ على مين يا بنات؟ على هاري. أنا قلقان على هاري because he's isn't as happy as مش سعيد زي أخوه هاري زي توم. But I also worried وكمان بس أنا قلقان على مين على مين كمان على توم because he hasn't got any plans for the future فيش عنده خطط للمستقبل ما عندهش طموح. Yes life is hard living with teenagers صح الحياة صعبة مع المراهقين. But I'll اختصار لا هذه I على مين على مين طيب اي على مين بتقول على توم ولا على هاري ولا على مارلين بتقول انا قلقانه على الام على مارلين لو قلتوا مادر بقبلها لو قلتوا على المادر صح لو قلتوا على مارلين سكوت صح لو قلتوا على سكوت صح لو قلتوا على مارلين صح بتقول انا قلقانه بات ايل مس ذم انا حفتقدهم وين ذي ليف هوم لما يخلصوا ويتركوا البيت ويروحوا يستقلوا ويتزوجوا انا حكون قلقانه عليهم انا حفتقدهم. طيب بنات شوفوا لي نمبر 2 لما قالت مارلين is doing badly at school هاري is doing badly at school true or false هذه 2 false كويس. هاري knows which job he wants to do true عارف he wants to be a pilot بده يكون طيار عارف شو بده يصير he's ambitious. لكن نمبر 4 توم doesn't study very hard توم بدرس true lazy بدرسش. طيب توم isn't
very ambitious. True. نعم مش طموح. طب الأخيرة Marilyn is only worried about Harry. False. على both of them. على الاثنين. على توم and Harry. إذن هذه false بنات. بس قلقانة على Harry. False. She is worried about both sons. على الاثنين. توم و Harry. إذن عرفنا بنات. تكلمنا عن قطعة الريدينج هذه. هذه الأخيرة إيش حطتوها على بنات. إذن نقولون الثانية بنات نقولون الإجابات. Exercise. Exercise هذا four ولا بنات. Four بنات B. سؤال أربعة B. صح؟ أربعة C. C. One. False. Two. False. Three. True. True برضو. Five. True. كده مزبوط يا بنات. ثلاثة True. ثلاثة False. طيب ممتاز. بنات الآن لو طلعتوا على البوكس اللي فوق بنات حنلاقي حنروح حنعمل هنا على الميكينج حنروح على قاعدة الجرامر ميكينج كومبارزون حنعمل مقارنات وحناخد كيف نعمل كومباراتيف ونستخدم ألوت وماتش وأبت ونات أز أز أبنات إذا نروح لقاعدة مين بنات الآن الكومبارزون قاعدة المقارنات إذا في يونت نمبر 6 بنات عندنا قاعدة المقارنة صح؟ علموا لي بنات في صفحة علموا لي على اكسرسايز نمبر 5 في بيج نمبر 45 بدي اكسرسايز نمبر 5 ونمبر بنات 7 نمبر 7 نمبر 5 ونمبر 7 Unit 6. Grammar. 45. عمل مقارنات. Making. إيش الكلمة الأخيرة بنات؟ كلمة comparison. عمل مقارنات. كلمة compare يقارن. Comparisons مقارنات. كويس؟ عمل مقارنات شوفوا لي الجدول هذه الكلمات فوق وعرفوا لي معناتها بنات الصفات الادجكتيفز هذول الادجكتيفز هذه الصفات ادجكتيفز اعطوني كلمات سهله بنات ايزي اعطوني كلمة صعبة بنات اعطوني كلمة كبير او ضخم big big اعطوني كلمة جيد good اعطوني كلمة كبير في السن all اعطوني كلمة عدواني aggressive عدواني اعطوني كلمة سيء bad في الأول عشان احنا نعملها صيغة مقارنة اعملوا ادوني كلمة بنات في كلمة هذه الكلمة مرت علينا كلمة بعيد كلمة far صح كلمة far بعيد تمام بنات الآن خلينا بنات خلينا هذول نكتفي فيهم بنات حنروح للنورمال طبيعي الصفة الطبيعية الأولانية بدون مقارنة صفة طبيعية صفة عادية بدون إيش بنات بدون ما نعملها مقارنة يعني لسه هي بنات سيمبل بسيطة في الوضع البسيط بنات صح لما بدنا نعمل بين اثنين بنات بنسميها بنات كيف هذا بنات صيغة المين الكومباراتيف قارني بين اثنين بين اثنين مقارنة بين اثنين تمام نسميها الكومباراتيف لو رحنا بنات للمجموعة الثالثة
superlative. Super. Superlative صيغة المفاضلة البنات مين؟ العظمى. تمام بنات؟ كويس. صيغة المقارنة العظمى. مفاضلة. صيغة مقارنة بالاثنين. بين بنات. هذه بتكون بين أكثر من مين يا بنات؟ أكثر من اثنين. اثنين فصاعدا. يبدو لبنات بنمبر 1 عندما تكون الصفة من مقطع واحد، تكون صفة مكونة من مقطع واحد. 1 هذا كلمة all يا بنات صح؟ all صفة مكونة من مقطع مين؟ 1 syllable يا بنات. مقطع واحد فيش غيره. كيف بحكم؟ كيف بحكم يا بنات؟ كيف بتعرف انه الصفه مقطع ومقطعين من حرف المتحرك؟ هذا واحد فيها صح، هذه من مقطعين فاكتر صح، هذه مقطعين فاكتر، هذه مقطع واحد صح، مقطع واحد. وان سيلابل وان سيلابل وان سيلابل وان سيلابل، هذه مقطعين فاكتر على الاقل. هاي 1 هاي 2 هاي 3 تمام. من المتحرك يا بنات، من حرف المتحرك كل مقطع فيه بده يكون، كل مقطع بده يكون على الاقل 1 vowel حرف متحرك. واحد في هذا واحد ايزي، واحد هذا اكثر مظبوط. دي في كالت صح، وبيج واحد وجود واحد تمام. بين يا بنات لما نقول كلمه اولد كيف نسويها يا بنات؟ راح نحط اولدر هيا، وما ننساش كلمة مين يا بنات؟ هيا يعني أكبر، أكبر مين؟ من. طبعا الأكبر يا بنات إيش بتصير؟ إيش بنحط؟ كلمة ذا، ما ننساش كلمة ذا يا بنات. هيا مين تعمل لي إياها؟ ونحط اللي هي يا بنات EST the oldest. يعني علي وفي كلمة ذان من أحمد بنقول علي is older than أحمد صح؟ طيب علي بدنا نقول وفي عندي كلمة ذا إيش بتكون؟ the oldest student in the class تمام؟ موجود كلمة من الحرف المتحرك. هذا one vowel، هذا vowel واحد فيها واحد بتكون اللي هو وين one syllable، لكن هذه واحد، هذه هاي one هاي two هاي three على الأقل، هذه مقطعين فأكثر، هذه مقطعين فأكثر، مقطع واحد. طب هذه الكلمة عنيد، اثنين على الأقل صح، ستابون مظبوط اثنين. شو الخمسة؟ الوجه يا بنات الاي والاي والاي والاو واليو، هاي هم بنات صح. طيب يا بنات صفة ثانية يا بنات نمبر 2، صفة من صفة يا بنات زي كلمة big، أو خلينا ماشي نضيف يا بنات، هي صفة صغيرة مقطع واحد لكن منتهي يا بنات بحرف ساكن وقبله حرف متحرك. إيش بنسوي بنات في الحرف اللي هو مين الساكن؟ بنضعفه بالسير big. ايش بنسوي في الجي؟ بيصير بيجر. هيا بيجر اذا انتهى، اذا انتهت الصفه بساكن قبله متحرك على طول بنضعف الحرف مين المتحرك. ذا ايش يا بنات هنا؟ ذا بيجست. ذا بيجست. طيب إذا كانت الصفة بنات منتهية بحرف الواي، صفة صغيرة أو بصير نبراو عليكم، إذا انتهت إيزي هيا منتهية بحرف مين يا بنات؟ بحرف الواي، بنشطه وبنحط آي إي آر. براو عليكم، صفة منتهية تنتهي بحرف مين يا بنات؟
بحرف الواي. هاي إذا انتهت الصفة بحرف الواي إيش بنعمل؟ بنشطبه بالسير. إيزي نشطبه مزبوط. هاي إيزي آر بعدين نحط الهاي آر ذان. بعدين الأخيرة ذا برضو إيزي هنشطبه بعدين نحط الهاي إس تي مزبوط. ذا إيزي يست. طيب لو نعم نعم بطلب منكم اذا شفتي كلمه ذان بتعرف انه الاثنين. اذا شفتي ذا وانت مغمضه هتعرفي انه مين. لا هذا بيكون لاكثر بكون لمجموعه. تمام. اذا شفتي اثنين شغلتين بتكلم عن شغلتين في الجمله من المعنى بعرف اي ار احمد وعلي بعرف انه بين اثنين. اذا شفت احمد وبتكلم مع اشخاص ثانيين من الفهم بعرف انه بتكلم عن مجموعه. اما في الغالب بعرفها من هذه وبعرفها من مين من ذا. صح. لما يكون مع مجموعة مع أصدقائه خلاص بيكون بين المجموع مش واحد والثاني. إي أس تي. لما يكون اثنين بس ذان. صحيح. صحيح تكون موجودة في الغالب بتكون موجودة. أنا بنات صفات زي كلمة difficult. مقطعين. مقطعين فاكثر بنات. صفة مكونة من مقطعين فاكثر ايش حنسوي؟ لا نضطر نجيب كلمة تانية يا بنات نحطها قبليها نقول اكثر صعوبة من مور. لازم نحط كلمة مور يا بنات. مور والصفة ذان. ايوه بنخلي الصفه زي ما هي بنات بتصير مور difficult. كلمه طويله صفه طويله صح. مور difficult ذان وهان ذا وحط كلمه موست. برافو عليكم كلمه موست هيها. والصفه زي ما هي بنلعبش فيها مور ذا موست difficult. اذا كانت الصفه مقطعين فأكثر يعني صفة كبيرة يا بنات لما بنعملها بين اثنين بنحط كلمة مور بس ولما نحط لما بتكون بين مجموعة بنحط كلمة مين موست. الآن يا بنات مش كل الصفات بتكون على ريذم معين في بتكون الريجولر في صفات غير منتظمات. مين تطلع لي تنتين غير منتظمات هنا بنات؟ ايه مين تطلع تنتين غير منتظمات يا بنات؟ جود واحدة وباد وفي كلمة فار الثالثة. تمام برافو عليكم. إذن في عندي صفات الريجولر غير منتظمات صفات غير منتظمة يجب يا بنات ايش نسوي فيها؟ يجب حفظها لازم نحفظها. مش واحد يقول لي جود اجيب لي كلمة جود هيها وجيب لي كلمة باد جيب لي كلمة فار وروح يقول لي كلمة جود يقول لي جودر وكلمة بادر وكلمة فارر. لا كلمة بتتحول كلمة جود إلى أفضل من إيش بتصير؟ بيتر وبتصير بيست الأفضل. إذن بتصير بين اثنين بتصير بيتر ذان والأفضل ذا بيست. أفضل من ذا بيست الأفضل. وكلمة باد وورس ذان أسوأ من والأسوأ the worst. بعيد إلى تنتين far there بالA أو باليو أو fair there تنتين صحيحات لو عملتها لي. هم في واحدة بنات للبعد الزماني والبعد المكاني مش هندق عليهم كتير. عملتها لي بالA أو عملتها لي باليو تنتين بقبلها. قلت لي أقبل من إيه؟ وينهم هدول حفظ حتى برضو هدول كمان الريجولار the farthest أو the farthest. التنتين صحيحات يا بنات. تمام كمان مرة بنات لما طلعنا على adjectives لقينا الصفة العادية
ممكن تكون صغيرة مقطع واحد على طول ER than EST تمام؟ لقينا صفة صغيرة لكن في أخيرها ساكن قبل متحرك اضطر نعمل doubling ضعفناه صح؟ لقينا صفة منتهي صغيرة صحيح لكن في حرف الواي قلبنا الواي إلى I حطينا ER بعدين EST لما تكون كبيرة حطينا كلمة more وحطينا كلمة most صح؟ لكن في صفات لازم نحفظهم زي كلمة good هيها better than و the best ولقينا bad worse than the worst ولقينا far further و farthest هتيجي كلمات بتكون بجسم حنة لا هذا هم المطلوبات منا في الغالب يا بنات هذا هم تقريبا الموجودات تقريبا هذول الموجودات يخلف عليك وبركة بس تعرفوهم good و bad و far تمام طيب صلوا على النبي طلعوا البنات على المجموعة هنا عشان كمان بدي اشرح لكم اللي تحت الآن يا بنات هأشركوا عليها وقولوا ليها كيف بتقارنها بنات كلمة وينهم كلمة easy بين اثنين ايش بتصير يا بنات ER بتصير easier easiest صح yeah. وبنقلب الواي إلى I ER صح وE أو I EST طب كلمة aggressive كبيرة ولا صغيرة more aggressive than و the most مظبوط طيب كلمة good منتظمة غير منتظمة غير منتظمة good better و best صح better than و best old older than و oldest هذه منتظمة وصغيرة و mature ماتشور بنات مقبولة تنتين ماتشورر أو ممكن لبس هي حنعمل مالها كبيرة حنقول مو ماتشور و the most mature more و most اللي هو معناته بنات ناضج و big بنضعف حرف الجي صح وكلمة bad غير منتظمة bad worse و worse مزبوط طيب يا بنات بيجي أكملة إذا حنحل التمرين هذا الفهان إذا حلتوه وفهمتوه بتكونوا ممتازات بس بدي أكمل باقي القاعدة بنات في كلمة alot noiser و much lazier و a bit more worried عايزين حاجة عن اللوحة يا بنات؟ أمسحها عشان الآن إذا نتكلمنا بنات عن المقارنات يا بنات تكلمنا عن الكمبارزون صيغ المقارنة بين تو بين اثنين وبين أكثر من اثنين صح؟ وتعرفنا على أكثر من 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 صفة وعرفنا كيف أشكالهم وكيف نعمل مقارنات الآن إيش نسوي؟ الآن نروح نتعرف على اللي هو بعض الإضافات أو الملاحظات اللي بتخص الصفات كويس؟ نعم صحيح خلاص يا بنات حسيبة خلاص خلصتوا امسح يا بنات طيب بنات نروح لملاحظة نكتب ملاحظة بنات بتخص أول ملاحظة بعض الملاحظات بنات تبس ملاحظة وان يا بنات كويس إنه كلمة مور العكس تبعها أعطوني العكس تبعها أقل 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 منها لس أنا بدي كلمة لس رقم واحد مور عكس لس كثيرا أو أكثر من عكس أقل من مين كلمة less الآن بنات for big كبير ولا صغير بنات كبير لما يكون في عندي a big difference اختلاف كبير في الفرق بنات في عندي تنتين بل لو قلت لكم اختاروا لي بنات مين اللي فيهم كتير اختلاف a lot واحدة a lot too much لكن إذا في أقل نعم إذا قل في اللي هو small أو little إذا قليل little أو small إذا فرق صغير قليل كلمة مين يا بنات a bit اللي هو قليلا a bit قليلا فرق قليل الكلمين مستخدمها هنا كلمة مين؟ عابد فرق كبير كلمة ماتش أو ألات تمام؟ الآن كيف نطبق كلمة ألات؟ نشوف كيف ألات
خلينا نقول a lot بنات الآن aggressive معناتها عدواني والآن aggressive كبيرة إلى أن نقول أكثر بدنا نقول أكثر أبنات بدنا نقول أكثر اللي هو إيش لو عشانها كبيرة حنقول a lot مش هنحط كمان في النص بينهم بنات بين التنتين أيوة حنقول a lot more aggressive لو كانت في كلمة في الجملة بنات كلمة مين كلمة ذان لو الداني قال لي بنات much هذه ضوضائي يا بنات كلمة ضوضائي يا بنات ضوضائي ايش بنسوي بنقول ماتش حنشطب الواي وحنقول لنا ماتش نويزر صح كلمة ذان طب عبيت لو اداني عبيت يا بنات وكلمة على سبيل المثال ورد ورد كبيرة هي مقطعين ورد تمام هنحط بنات في النص مار لو أبيت وداني كلمة نويزي بنات إيش بتصير موجودة بس ما علينا أبيت إيش نقول نويزر صح شقلبنا بس حرف الواي لما تقولي قليل انت بتعبري تقول والله اقل يعني قليل شويه يعني مزعج شويه قليلا لو كثيره بتغيرها بكلمات شو ماتشو الات بس عشان تقولي اقل هو بس المعنى عشان توصلي معنى انت هدول بس للمعنى بس اذا استخدمنا ابت للقليل وماتشو الات للكثير بنشغل نفس التطبيق لقينا الصفه كبيره هنحط كلمه مور في النص لقينا ماتش هنحط اذا كانت عاديه هنحط لها اي ار اذا كانت كبيره هنحط مور في النص هنا صغيرة منتهي بحرف الواي بس ما علينا بس شقلبنا حرف الواي صح؟ وينها ماتش؟ هذه لا احنا مش كلمة ماتش ماتش كتير وهذه كتير وينها؟ الماتش لا حسب بين مين؟ حسب على مين المقارنة وفي الغالب هي بنات بتكون بس في غير صيغة المقارنة اللي هو بين اثنين مش أكتر من اثنين كويس؟ تكون موجودة بس ما عليك إلا طبقي تطبيق القاعدة تاعت المقارنات الآن حنشوف يا بنات تفضلي نعم لا نفس الإشي بس هي معناها قليل الجملة هي كلمة أبت عكسه منها قليلا أما نفس التطبيق بالطبقي في المقارنات مش كلمة أبت معناتها شيء قليل وماتش وألوت شيء كتير يعني العكس تبعهم بس في التطبيق في المقارنة ما تقارني بنفس التطبيق بتقارني على الصفة هي بس هي المعنى تبعها بيختلف لما نقول أبيت نويزر بيكون كتير ولا قليل أبيت نويزر يعني ضوضائي قليل لكن ماتش نويزر وألوت نويزر كبير في الفرق معنى بيختلف شوفوا بنات التمرين بنات الآن التمرين هذا بنات تحطوا على اكسرسايز نمبر سي حطوا عليه تيك حطوا عليه صح في ألوت نويزر وماتش ليزير وأبيت مور وورد تمام رقموا لي الجملة الأولى كلمة تومز as intelligent as هاري يا بنات اللي هو تومز as intelligent as هاري نسيت أشرح هذه بنات إنه خدوا بالكم لما يكون بنات لما يكون في إكواليتي تساوي لما يكون سيميلار في بنات تساوي بنحط بنات كلمة as صح هذا تشابه أو تساوي صح بنحط as والأدجكتيف as بدنا نقول ذكي زيه زي أخوه بنقول as in as إيش as لو اداني بين قوسين اداني كلمة هنا قال لي صلحي لي كلمة intelligent
صح؟ intelligent هنحط الصفة زي ما هي، يعني الأدجكتيف مش هنلعب فيها، هنقول as intelligent as، صح؟ يعني مع as وas في حالة التساوي ما نستخدمش ولا حاجة، الصفة زي ما هي ما نلعبش فيها. طب لو اداني قال لي كده بنات as وقال لي صلحي لي كلمة good واداني كلمة as، كيف عملها بنات؟ good زي ما هي نلعبش. لو قال لي as واداني كلمة bad يا بنات وas برضه ما نلعبش فيها، ما نصبهاش، بتصير as bad as، صح؟ لو اداني نات برضه نفس الصفة، نشتغل على كلمة as لو هدول في التساوي، لكن لو اداني في عدم التساوي فيش similarity وقال لي استخدمي كلمة not، not وكلمة طبعا هي is not not اللي هو مين as، واستخدمي as طبعا بتكون بنات هذه منفية، يعني بتكون isn't منفية، صح؟ واداني as وas ما لناش علاقة، صح؟ أيوة بيكون قبليها بس بيكون المعنى بنات مش تساوي، صح؟ بيكون عدم فيش تساوي، ساعتها إيش بنسوي؟ بنخلصه زي ما هي، بنقول not as happy as. أنا لو جملة قال لي بنات هاري وقال لي كلمة happy وصلحيها as his brother زي أخوه brother Tom، راح قال لي في الخيارات A happier B happy C happiest. النيات الصح بنات هنحكم عليهم من as وas، صح؟ حتقول يا دكتور هاي نلعبش في الصفة بتضلها زي ما هي، صح؟ طب لو واحد قال لي دكتور أني هذه بقدر أتخلص منها وخلي آز وآز والعب في المعنى أبنات بنلفتو بس لا هو قصدي كده في المعنى، الحين لما أنت قلت كده كده صح مقبولة بفهم منك أنه هاري مش زي أخوه طوم، صح؟ لكن واحد تاني ممكن يقول لي دكتور ممكن أتخلص لك من النط وانفي واعكس كلمة هابي وأقول إنه توم إز على سبيل المثال مثلا عكس إيه ساد، على سبيل المثال العكس نجيب العكس تبعها عشان تزبط معها إيه وأشيل النات ألفتها، يعني نقول هاري إز آز آز إز براذر توم، لا هو أصلا بتصير لا يا بنات بتصير صيغة مقارنة بتصير يعني وكأنه يعني لو كانت على سبيل المثال هاري از ساد على سبيل المثال از از ساد او از كذا بنقول او كلمه جود از ازنت از جود بنكون يعني مثل الكلام توم از بيتر ذان بكون معناها لو لفتيها بكون توم افضل من اخوه، صح؟ حين هي المعنى هذا ايش بتقول المعنى؟ بتقول هاري مش سعيد زي اخوه توم، يعني معناته الكلام توم اسعد از هابي از توم از هابير ذان، وبتصير كده المعنى تبعها وكانه المعنى تبعها ان توم اسعد من مين؟ من هاري، صح؟ يعني بنقولش توم از هابي، لا بطلعش معك صح، لو قلت توم از از بتصير وكأن انت تساويتيهم هم مش متساويين، في واحد بيختلف عن الثاني، بصير خليتي في المعنى تبعها، صح؟ أبنات هنا ايش بده يقول هان؟ مش بده يقول هاري انه مش سعيد زي اخوه توم، يعني مين بيطلع اسعد؟ توم اسعد من اخوه هاري، فبصير وكأنه انك بتحلي هالي بطريقة ثانية بتقولي لي توم از هابيار، توم اسعد من مين؟ من اخوه اللي هو مين هاري، كده بتصير المعنى بقبله منك، عشان تشيلي لي از واز تزبط معاكي بتصير تقول وكانه توم از هابير، توم اسعد من اخوه، صح يا بنات؟ ما ننساش انه مع كلمه لس انه الصفه بتضلها كمان زي ما هي يا بنات، كمان ناخذ بالنا الملاحظه الاخيره هذه كلمه لس هذه بنات مع لس زي كلمه مور الصفه بتضلها كما هي، لس مع كلمة لسه بنات وكأنها صيغة المقارنة ما هي عكس مين؟ وكأنها مور جاهزة، صح؟ بنخليها لس وكأنها زي مور، ما هي عكس مور، بنخلي الصفة زي ما هي بنمسكهاش بالمرة زي ما حنطبق الآن هان يا بنات، إذا طبقتوا عليها المثال بيكون يخلف عليكم. بنت الآن روبرت ميسي طلعوا الرجل هذا بيتكلم روبرت بقول we've got two girls عندنا بنات تنتين، صح؟
to. هذه زوجته. His wife. زوجته. His wife. We've got two girls. عندنا two girls. صح؟ إيش الاسم الأول للبنت الأولانية؟ كارول. اسم الأولانية كارول. عمرها قديش؟ 8. 9 ولا 8؟ 8. هذه 8. عمرها 8. And Beth. Beth قديش عمرها؟ Is 16. عمرها 16. Carol's a lot. كتير. A lot في كلمة difficult. Difficult كبيرة ولا زي؟ مار. برافو عليك. حطوا له مار على طول. A lot على طول. إذا نكسر سايز قديش هذا بنات؟ هذا بدكم حاجة فيه بنات ولا مسحها؟ طب خلي بدك خليه بس بدك تكتب التمرين هذا اكثر بس اكتبه هذا عايز يحسبها لفوق عايزها طب يلا عشان بنحل شفه وبعدين نكتبه على اللوح كويس خلينا نحل شفه وبعدين نكتبه على اللوح الاجابات كويس اذا اتفقنا الات بتيجي بعديها الصفه بنطلع على الصفه كبيره ولا كبيره صغيره كبيره حطوا كلمه مور وخلوا الصفه زي ما هي اذا بتصير الات مور ديفيكلت تو ليف وذ ذان هير سيستر وين الكلمه الداله انه بين اثنين كلمه ذان شايفينها في الاخر حطوا خط تحت كلمة ذان مزبوط في كلمة ذان يعني بين التنتين للبنات التنتين ذان بين اثنين طيب بدي أمشي معاكم وبدون حلوا معايا بدون ما أقرأ لكم شوف فاهمين ولا مش فاهمين اطلعوا آر وفي كلمة ذان صح بنحذف الواي إلى آي إي آر بين اثنين آر إيش بصير إيزير شقلب الواي إلى آي عشان في كلمة ذان في الجملة في بعديها على طول كلمة to live with ذان في كلمة ذان في تكملة الجملة بث في كلمة ماتش كتير وكلمة easy going متساهل كبيرة is ايش is more easy going بتخلي الصفة زي ما هي يا بنات is more easy going she isn't as زي ما هي بنلعبش في selfish أنانية بخلي selfish زي ما هي ما هو عاد ما هو عطف على مين على اللي فوق على ماتش اللي معها وكلمه ماتش لحالها بحال لحالها بحالها بدون كلمه 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 ذان حتى ما تتكلم ماتش ايزي 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 ماتش مور ايزي جوينج اند ازنت از سيلفيش از كارول بات سم بات ام بات سم تايمز ذي ار بوث از مودي زي ما هي نمبر 6 نمبر 5 وسيلفيش عشان as كارول is less زي ما هي less polite is less حال لحالها less أقل ما هي دائما مقارنة بنات كلمة لحالها كلمة more أكثر وless أقل نهية نعم مع less على طول مع less لحالها وكانها مقارنة حالها كلمة زي more ما هي عكس more بتصير وكانها أقل وأكثر مظبوط مقارنة حالها and much بعديها number 7 noiser يقلبوا الواي إلى آي نعم But I think that's just because she's وكلمة young عادية إيش بنحط لها بس في آخرها IR لأنها أصغر منها يعني نقارن بين التنتين she's younger They are both doing okay at school كويسات في المدرسة But Carol's a bit كلمة bright عادية bright brighter IR a bit مقارنة مع صفة صغيرة بنحط لها IR a bit brighter أكثر لماعة أكثر ذكاء as her age and her reports تقاريرها are always هذه غير منتهى better بين اثنين is better good ايش بتصير بنات better than Beth but perhaps Beth reports aren't as good زي ما هي منلعبش فيها حتى وان كانت منفية ملناش علاقة بنات مش زيها فيش تساوي بيكون عادي بس بتضل صفة زي ما هي Because these days she's more كبيرة الصفة interested نعم ملهاش علاقة interested صفة يا بنات بتضلها زي ما هي بس كبيرة إذا نقلوني كم فراغ بنات عنا يلا تقولنا بدنا نقلوني exercise قديش هو بنات exercise 7 page قديش 45 page exercise page exercise 7 More easier more selfish moody زي ما هي
بنات طبعا بتضل اذا ايزير بتضل مور والصفه زي ما هي بتضل زائد الصفه مور زائد الصفه مش بس مور وبس زائد الصفه والصفه تنحط سيلفش مودي نمبر 6 بولايت بولايت مور بولايت مولايت نمبر 7 نويزر 8 يانجر برايتر بيتر جود مور زائد الصفة زائد الصفة انترستد. تمام يا بنات. الآن بس في ملاحظة بدي إياكم روحوا لي يا بنات على بيج لا بس نقف بس ملاحظة هذه وخلاص معي عشان تحضروا لي يا بنات على الفاميلي عفوا مش الفاميلي عشان تحضروا لي يا بنات على رولز اللي هو بيبل بلاي الأدوار اللي بيمثلوها الأشخاص أو الناس في حياتنا رولز بيبل بلاي مش رول رول رولز أدوار في كلمة رول قاعدة آر يو يا بنات آر يو قانون أو نظام آر يو ال إي هذه رول بيبل بلاي رولز بيبل بلاي الأدوار التي تمثلها الناس في حياتنا الآن بدنا نروح لي يا بنات على على بيج يس على بيج بيج 131 نعم 31 بنات شايفين هنا في المقارنات كلمة rich وينها كلمة older كلمة old older brighter بنات لما تكون منتهية بحرف الواي شقلبناها إلى IER مزبوط لما تكون الصفة منتهية بحرف الإي زي كلمة nice موجودة الإي بس ما علينا حط الحرف الآر صح هاي كلمة safe كل في إي موجودة إي ما علينا بس حطينا بس هذه من ضمن الكلمات اللي بتدل على السبيلنج بنات بس حطينا حرف الآر وخلاص زي لما تكون الفيرب موجوده في حرف الاي بنحط له اي دي بنحط الدي وماس مزبوط الان في كلمه بيج ضعفنا حرف الجي مزبوط ولا لا هاي البيج هاي الفات هاي النيو بس نيو قبليها حرف متحرك هي الوحيده بنات هذه حاله شاذه ما حطيناش نيو ورا دبليو تن ما حطيناش مزبوطش يا بنات هي هذه ما نحطش لها دبليو تنتين مع انه نيو جديد هاي شايفينها وكأنها العادية وحط لها اي ار وخلاص ما ضعفناش الدبليو تقول الدكتور طب ما تضعفت فوق خلاص حالة شاذة بات جاي البات لكن حالة خاصة كلمة نيو ما نضعفش حرف الدبليو نحط الاي ار على طول إذا نتابع حرف الواي شقلبنا الاي اي ار صح إذا لقينا سيلابول شايفين بنات السيلابول الكبار المقطعين تو سيلابول مقطعين مقطعين مور هيا مور بيشن مور أو برضو مقطعين فاكثر يا بنات هاي مقطعين فاكثر زي كلمة aggressive مقطعين فاكثر بطينا برضو حطينا كلمة more more طيب شايفين الشواذ بنات شايفينهم الثلاثة علموا عليهم كلمة good وكلمة bad وكلمة far شايفينهم هاي بيتر صارت بين اثنين وكلمة worse بين اثنين further 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 أما لما كانت بين مجموعة بنات شايف كيف صارت هنا كيف صاروا worse شايفينهم على الطرف الثاني وكلمة worst وكلمة furthest وfarthest وfarthest farthest farthest and the furthest تنتين هذا بين مجموعة الآن بنات هنا على الطرف هدول كلهم اللي هان في حالات التساوي وما التساوي بنات كلهم شرحتهم هنا بنات شرحت لكم هان لما نحط اللي هو الأدجكتيف مع أز وأز بتكون الأدجكتيف زي ما هي بنات صح شايفين بنات لما قال لي هنا هاري إز isn't as happy as Tom بتطلع Tom is happier شايفينها بنات شايفين الجملة هذه لما قال لي في الجملة هان في التب هذه قال لي هاري isn't as happy as Tom مش زي توم لكن يطلع معناها انه توم is mean happier than ودير بالكم انه مع as على طول في بتحطوا الادجكتيف وبس صح طيب مع كلمة تانية بنات
We don't use then. لما تكون في كلمة as ممنوع تحط إذا. لو واحدة في جملة قال لي صحيح الجملة الخطأ في هذه التحت الأخيرة قال لي she isn't as shy وقال لي كلمة then مع إنه الجملة فيها as و as صح؟ ممنوع نحط then. بنحط مطرح then إيش بنحط هنا؟ لما يقول لي she isn't as shy مطرح then إيش بنحط؟ بنحط as. ممنوع نحط then. بنحطش as then إحنا في المقارنة بين لما اثنين بتكون فيها as. خدوا بالكم شايفها بنات؟ هايها شيء شا لها بنقول طلعوا على هذه المشطوبة بنات صح؟ لما قال لك she isn't as shy than her sister ايش المشكلة فيها؟ than تاخذش than لما تقول as بتكون بدها as زيها صح؟ ظلت هذه النقطة الأخيرة يعني دائما إيه لما تكون as لما تكون في كلمة more بده يكون بين اثنين than موجودة هي الوحيدة اللي ما حطش معها كذا إلا لما تكون كلمة as ايوه بس عشان وقفه الجمله ما كملش بديهي معطوفه وكملها على بيقول هو هي لانها هي الاصغر اصغر من مين قصده من اخطا يعني بدي هو هيك لو بده يكمل كان قال ذان هير سيستر لو بده يكمل كلمه ثاني كان قال ذان هير سيستر بس لو قال وهي لانها الاصغر اصغر منها فقال ينقر وقف عنده صحيح يعني هو بيجيبها صحيح بس في الغالب إذا بدي يكمل بجيب هذان أنا بنات هذه الملاحظة أحط عليها ملاحظة مهمة هان في صيغ المقارنة العظمى السوبرلاتيف يا بنات الآن إحنا في الغالب بنحط كلمة ذا صح؟ نحن we use superlative to compare three or more things ثلاثة فأكثر صح؟ هيها إريك is the most boring man Dom has ever إذا إريك is شايف كلمة is the most مضبوط في كلمة ذا هيها From طبعاً the superlative form of less is طبعاً صيغة المفضلة العظمى من كلمة least بنات إيش بحطوا مطرح كلمة least إيش بحطوا لكلمة least الأقل هذه هي كلمة least هاري بنقول he's my least favorite يعني الآن كلمة ذا عرفناها في صيغة المقارنة العظمى كويس بين مجموعة بين اثنين فأكثر الآن بنات أحياناً ذا she's the happiest صح؟ الآن وين كلمة ذا في الآن؟ وين كلمة ذا في الجملة هذه مع إنه في كلمة بيست؟ وين كلمة في أستي مع إنها في كلمة بيست؟ إذا بنات موجودة أس الملكية شايفينها كلمة إست؟ إذا موجودة في الجملة أس الملكية هيز بس أعملها هان بدأ أعملها حاضر نكتبها الملاحظة هان بس انتبهوا هان عشان أشرحها وأكتبها لكم هناك يا بنات لأنها ملاحظة مهمة يعني بنات اتفقنا إذا مع صيغ المقابلة العظمى صح؟ The happiest, the most بتكون معها الآن في الأخيرة هذه في التب هذه إنه كلمة ذا مع صيغ بنات الملكية أس الملكية لما نقول he's Jack's شايف كلمة Jack's يعني بخص Jack صح ولا لا بدنا نقول أفضل صديق ما حد ما قالش he's Jack's the best لو قال the best best friend مفروض نحطها خطأ ونشطبها يعني حتقول يا دكتور في أس الملكية تاع Jack's لأنه هذا الفريند بخص Jack صح إذا في وجود البوسيسيف أس الملكية في الجمل لا تستخدم ذا لو قال لك صحيحيها بقول له دكتور هذه موجودة أس الملكية بنحطش ذا بنحط صيغة المفاضلة العظمى بدون ذا هذا أول واحدة يعني الصفة لحالها صفة المفاضلة الثانية بوسيسيف أدكتز مع ضمائر ملكية ماي هز هير أور هيا هيز أور ما قالش ذا ريتشست ريلاتيف يعني اقرب قريب لنا هذا ذا ريتشست اغنى قريب عندنا اذا في ظرف ضمير ملكيه بنات هيو كلمه اور او هز بنحط صيغه الملكيه بنات المفضله العظمى بدون ما نحط لهذا بس هي هذا اللي نضيفه وبس نعم اذا في الغالب ذا سوبرلاتيف از ذا موست كومن فورم في الغالب بتكون اذا نكتبها هذه سجلها عشان نقف عندها بنات اخر حاجه بنحضرها بنات على الدرس الجديد تبع الهؤمين يا بنات تابع رولز ادوار اللي هو بيبل ابلي بتلعبها في حياتنا بنحط الكلمه زي ما هي بنحط لا من اذا كانت الان قال لك صحيح موجوده ذا بدي اشطبها ذا من صيغ هذا اذا بنات نقول الملاحظه بنات سادي تاعت اللي هو في ملاحظه تب خلاص اخر حاجه خلصتوا بنات في امتحان على الموديل كويز فاتح لاخر الشهر إبراهيم مش وقت ما تقدموا عليه 10 علامات على أساس إنه نشاط وفي هو كمان بنات للي بدها تحسن كمان اللي خص عليه علامتين ثلاثة لحد ثلاث علامات ممكن بنات تب
موجودة لأن أنا وقت ما عدي بعدلها. طب بنات إن شاء الله بعدل ممكن في النصف اللي خس عليه تنتين ثلاثة بالكثير إذا ربنا سهل. ملاحظة بنات اكتبوا مع عس الملكية بنات البوسيسيف. ملاحظة مع عس الملكية البوسيسيف هيها لا نستخدم ذا بنات. لو قال لك صحيح الجملة بنات هنا هيا في عس شايفين البوسيسيف عس هيز جاكس جاكس هيز جاكس صحيح الجملة بنات هيز جاكس هيز جاكس بيست فريند بنجيم الذا عشان يا بنات ما وجود ما وجود وجود اس لا نستخدم أداة التعريف لا نستخدم ذا يعني هي بنقول هيز جاكس بيست تمام. شوفوا الملاحظة الثانية بنات مع البوسيسيف بروناونز مع البوسيسيف بروناونز مع ضمائر خلصنا بنات آخر جزئية مع خلص آخر حاجة بنات في هذه في الجزئية في هذه مع البوسيسيف أدجكتيفز بنات أو البوسيسيف أدجكتيفز مع الضمائر الملكية ماي هز مع ضمائر ملكية بنات لما تكون في ضمير ملكية بنستخدمش ذا هز أور إتسترا إلى آخرها بنات بنستخدمش ذا اللي هي الجملة إيش بتقول بنات هناك she's our هاي ها the richest a relative كيف صحيحها بنات she's our في ضمير ملكية our وفي مديني ذا إذا مش طب ذا براو عليكم إذا ممنوع نحط ذا هذه إذا في وجود ضمير عند المقارنة لا نستخدم مين يا بنات ذا في صيغة المقارنة مين يا بنات العظمى مع السوبرلاتيف لا تستخدم واضحة هذه بنات لو قال لي كذا باخد بالي من هذه مش مضبوطة وهذه مش مضبوطة في وجود البوسيسيف اس صح ودير بالكم في كمان في بنات لا في اس الاز هذه ما لهاش علاقه وفي اس المضارع البسيط ما لهاش علاقه في اس احنا بنكسر الاسات بس هذول انتوا عرفاتهم يا بنات هذه الاس معروفه للملكيه وهذه الاس معروفه عفوا هذه لضمير الملكيه عشان ما خربطش. حاضر يا بنات حد يسالني بنات في المقارنات اي جزء اي حاجه يا بنات اذا بكده بنكون خلصنا محاضره اليوم تاعت today وإن شاء الله بنحضر على next time إن شاء الله see you إذن next time.